نعم تقبرني. أنا رايحة على بيت أهلي. روحي دكتي ملايتك وخلينا نروح لعندهم بتسلي لك شوي. ما بدي. يو ليش ما بدك تروحي؟ هيك أبو الناقص على شو هالنمرة دي كلها؟ لكي وفي كرمال الله تركيلي بحالي. بالله شو؟ لكي يا خانم من هون ورايح كلمتي هي اللي بدها تمشي بالبيت. وفيقة أنا ما ضل شي بحياتي خاف عليه ورحمة روح الغوالي بتبحك وبخنق حالي. يوه خوفتيني عم برجو. لك شبكون شبكون ليه صوتكم طالعة؟ ما في شي. شلون ما في شي؟ شو في؟ أنا لأختك عبدو كله لأنه قلت لي أنا رايحة على بيت أهلي تكي ملايتك وتعي روحي معي بتتسلي لك شوي حرنت والتامت علي. شو فيها لك أختي؟ شو فيها؟ روحي معها ما فيها شي. أنا لسه ما خلصت عدتي. ايه والله مزبوط مزبوط لسه ما خلصت عدتها وفوها. بكره بس تخلص عدتها بتاخديها على بيت اهلك تسلوا قد ما بدكم. بس انا ما بدي اروح لعند اهلها لا هلا ولا بعدين. ها سمعت؟ سمعت بيدنك شو عم بتقول؟ لك ليش لك اختي؟ ليش هيك عم تحكي؟ هيك ان شاء الله عمره ما حدا يروح. شو بتقبرني؟ شوف شو جاي على بالك تفطر وجيب له لاخواتك مشان يطبخوا لك لانه انا بجوز اتعوق عند بيت اهلي. انا فايت اجيب محجوب من عند عليا. يا عليا شو جعبالكم تفطر اختي؟ سألها للست الخانة وشو بتحب تفطر اليوم؟ وفيها؟ وفيها؟ أمور شو جعبالك تاكلي؟ ايوة يعني على أساس ما بتعرف أنا على شو عم بتوحم وبتشهون من أول رمضان. لك ايه ذكرت ابن عمي تشكو القاسي كتر هون شوي ما بتعرف بركدان أهلي يجوا يفطروا معنا. لا تكرم عينك وعين أهلك لك إن شاء الله بتقبري قلبي أمر. لك شو صلع نحن بس يا عدو برنا خلصت بقى أولا. يا رويدة عليا رويدة وينكن يا بنات؟ شوفي أخي تعي أختي تعي جبت لكم القشش والمقادم بتزبطوهم وبتنطفوهم مشان يلحقوا يستووا قبل المغرب. ايه بس أنا ورويدة ما منحب القشش وأمك ما عم تاكل غير بطاطا ورشدي راح يفطر عند عمتي أم الضاح. بعرف أختي بعرف بس مرت أخوك محجوب عم تتوحم وصرها من أول رمضان مش هي الأكلة. خليها هي تساوية لكان. لك يا أختي الحرمة عم تتوحم ومنافسها عم تقلب قلب إذا عملتها بإيدها ما رح تقدر تأكل منها. أختي الحرمة صايمة وعم تتوحم. أنا ما رح ساوي الأشياء. بدك تساويها ورجلك فوق راسك. يلا شوفوا لي أصلاً هاي التفنقات كلها تفنقات عمتك أم وضاح ما حدا نزعي غير عمتك أم وضاح. عمتي ما دخلها. لا تردي جوابه لي. خلص أخي لا تتخانقوا أعطيني إياه وأنا بساوي. خدي نبري لك 60 حمى يا وفيقة. هلا بتكون رويدة غرقانة بقرف الأشياء. من زمان من زمان عملي هيك فيو. ضليتي ساكتة وخانسة لحتى ركبوا دندلوا رجليهم. وانا يا ما قلت ويا ما حكيت وانتي ما تردي علي ولا تسمعي نصيحتي. اي والله يا مو كنت خاف من عمي ومرت عمي وعبده يا حسرتي ما كان حدا شايل له قيمه. وهلا اجى الوقت المناسب اعملي اعملي وكتري لا تقصري فيه النوم. ايوه بس والله يا مو هالرويده شو قويه لك ما مين دسله على طرف. طولي بالك امي طولي بالك. قالوا له لشعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال له كل شيء بوقته حلو. والله القوية القادرة لخليها تسف تراب الرجلين. ما عاد إلا حدا يحميها لا جوز ولا أم ولا أب ولا بيت أحمق. صبري قلبي صبري قلبي. وين القهوة أنت وياها؟ إن شاء الله بيسلموا هالإيدين يا حق. هيك ها خلينا نشوفك عم تتفتلي بأرض الديار مثل الغزالة. عليا شوفيني هالراس والمقادم مستووا. حاضر. ايه عليا تقبري قلبي حاكم أنا بحب الروس والمقادم مستوية مثل النيفة. ايه اختي استووا. ايه استنيني لك هلا اجي نزلهم معك. لا استني رويدة أنا بنزلهم تقبري قلبي. يو يبعت لي الهنا نسيت اني حبلة وما بيصير تعب حالي. بس ان شاء الله تكونوا يا بنات نظفتوا السجقات والابوات مني. حاكم امي بتقرا. امك بتقرا؟ اي تقبريني امي بتقرا. ليش ما دريتي انه اهلي جايين يفطروا عنا؟ لانه انا تركت محجوب عندهم مشان يجيبوه معهم ويجوا. يا الله يا كريم
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يلا قول بسم الله يا كريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قديش بقي لنا العيد؟ والله ما بعرف عمي. بقيان 3 أيام إذا طلع رمضان 30 يوم، ويومين إذا طلع 29 يوم. أيوة. إن شاء الله بيفهموا هالإيدين. كلي عيوني غزيلي حالك. إن شاء الله بتقبر قلبي. حطيلي حطيلي شوي حطيلي. يا عبيد. يسلموا إيديك. أهلين وسهلين. سلام. عيد بعقيق. يعيشوا. وينه رشدي؟ رشدي راح على بيت عمته موضح، ما عم يتركهم بنوب. إيه الله يجازيه الخير. طالع لأمه بيحبها للمقوصة. صبحيه هون. شو حكينا؟ يسلموا ايديك يا اختي. سيد من عمل قشاش محقين. صار صحه وهنا اخي مطرح ما يسري يمري. وفيقه مو كانه هي مصاريف. ايه مصاريف. ليش لهلا مالك عرفانه حالك شو عم تاكلي؟ يا وعم تطعمينا اياها كمان، وانا كنت مفكرتها نعامه. لك يا جدنا هي مو مصارين، هي لحمه بيساووها مثل المصارين بس بيحشوها رز وبرغر. ما شاء الله حولك انت الثانيه شو فهيمه. هاتي ولي اعطيني قطايف انت حوبه. اعطيني. مو معقولين، عن جد مو معقولين. بدي اطلع اطردهم برات البيت واللي بده يصير يصير. لا اختي كرمال الله ما بده مشاكل، بعدين مو شايفه امي مرود يعني تساوي معهم شيء. اي مو معقول، عن جد مو معقول. الرضا مرت عمي. الله يكللك بالرضا إلهي. الله يرضى عليك يا رب. الله دايم يا رب. يا وفيقة بالسلامة. السلامة. يا الله دايم وبالأفراح. المرة الجاية عنده مشاوي. الله معكم عمي. السلامة. دورت والله. يلا يا بنتي. الله معكم. السلام. شو بك ولي حوبي؟ يلا امشي شو ضربك العمى؟ الله يروح يبلغ الأزهر. الله معكم بالسلامة. خير أبو محجوب. شرفتونا. السلام عليكم. وعليكم السلام أهلين صفوان. مع السلامة. بالسلامة. عبودة طوبر قلبي زادوا شوية قطايف، خدهم لأخواتك اخطوا بيكونوا اشتهوا. يعني انت ما عاد بدي؟ لا انا منافسي عم تلعي. لك ان شاء الله بتقبري قلبي. شو حنونة وقلبك على الكل. طوبرني انا يوبرني. شرفي شرفي. يلا راحوا ان شاء الله روحها بلا رجعة الهي. امين. الله لا يحرمني هالجمعة. خدي اختي خدي هدول شوية قطايف جايبهم صفوان ابن عمك، اشتهت لكم اياها ووفوها. لا خدي مني شبك. يلا اختي يلا قوموا شدوا لي حالكم، ساعدوا مرت اخوكم بالجلي وشطف ارض ديار. لك شبكم؟ اخطي المخلوع عم تتوحم وحامة صعب. عينك تشوفها يا رويدة ما قدرت تاكل لقمة. يلا اختي الحقيني يلا. خير 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 خير. شو بكي؟ ما بعرف شو صار لي عبده، خاصرتي عم تتقطع. تعي اختي تعي كملي عنا وخلي رويدة تفوت تجلي الجليان. لا تقبرني لسه ما خلص التنظيف. لك يا عمي شو بدك بالقصة انت؟ هلا اخواتي بنطفوها. لسه بدي نظف ارضي ديار وبدي اشطفها. لك يا عيوني يا حبيبتي شو بدك بالقصة انت؟ عم قلك هلا اخواتي البنات بيزبطوا الامور كلها وبنطفوها. لا تقبرني هلا بس يخف الوجع انا بشطفها. مالك شايف كيف الزفر معبي الأرض؟ هلا كانت ضحكتها هي وأهلها واصلة للسماء. بس قولي العليا تضربي شو قليلة أدب. مرت أخوكي حبلة وجع الحبل بيجي سويعاتي. أعطيها لمشي. مسكي. شرفي عيوني. عدلك همش مكيودي.